السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طابة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن كما ذكرت سابقا متابعينا الكرام، فإن هذا الفيديو غادي يكون ردا على أحد أبناء أنيطا، واللي ما كيعرفش شنو هو المصطلح ديال أنيطا، كنتمنى من المتابعين الكرام على أنهم يشرحوا هذا المصطلح في التعليقات. إذن في 30 من أبريل قبل 7 ايام من الان نشرت واحد الفيديو في القناه ديالي الرئيسيه، وبالمناسبه هذا الفيديو غادي نعاودو نشره في القناه الرئيسيه. العنوان ديال هذا الفيديو كان كالتالي: رساله الى عبد الصمار ونكاز والكراكيز. وسبحان الله ذكرت الكراكيز وينقز هاد ولد انيطا غير بوحدو. اذا العنوان قال: حلم الاطلس انتهى، وفر الدموع والبكاء لملف الصحراء الشرقيه. وفي هذا الفيديو رديت على الاحلام المضحكه، على الخيال العلمي، الخيال الواسع ديال الفقاقين الكراغيلة اللي كانوا هاد الجوج، خصوصا هاد الجوج اللي خرجوا قالوا على انهم علاش النظام الفقراوي الكربوني لا يشارك السياده مع المغرب في الصحراء المغربيه. يعني شوفوا العبقريه ديال الفقاقير في نوصلات بكثر الصفعات والضربات والترفيق، العقل ديك شويه ديال العقل اللي كان باقي ليهم حتى هو مشى ذهب ادراج الرياح. اذا نشرت هذا الفيديو نقز هذا ولد أنيطا على ما يبدو على أنه يعني أصابه في مقتل طبيعة الحال. وكما تعلمون فإن أبناء أنيطا كلهم الفقاقين الكراغلة لا يستطيعون أن يخفوا الحقد الدفين اللي عندهم تجاه المغرب، فنقز هذا ولد أنيطا اللي سميته هشام عبود، ووصف المغاربة بالشواذ. يعني بينتوا على المستوى ديالكم الدنيء، حتى هادو اللي كيقولوا على انهم كيفكروا معارضين للنظام الفقروري الكربوني هم لا يختلفون بتاتا على هذا النظام الفقروري الكربوني، لان هذا النظام يستحمر فيهم طوال عقود. وهذا ولد أنيطا اللي كنتحدث عليه هو يعترف ايضا على انه كان يدرب مرتزقة البوليزاريو، يعني يعترف بانه كان يدرب مرتزقة البوليزاريو. على ماذا كانوا يدربهم؟ على ماذا؟ ثم تأتي الآن وتتحدث عن خاوة والأخوة والأشقاء والأخلاق، وأنت كنت تدرب ميليشيات مسلحة مرتزقة من أجل أن يقتلوا المغاربة. ما كنتش كتدربهم من أجل إعطائنا الورود، ما كنتش كتدربهم من أجل يعني إعطائنا الهدايا، كنت كتدربهم من أجل أن يقتلوننا ويشتتوننا، وأنت تعترف بذلك يا ولد أنيطا. إذن جينا نتكلموا على المسألة ديال قبل كل شيء غادي نخليكم تسمعوا لهاد الاوديو ديال هاد ولد أنيطا، وهو يصف المغاربة بالشواهد ويرد على هاد الفيديو اللي كنتو في 30 ابريل 2022. في المغرب اللي يحبوا يشعلوا النيران، واللي دابا الا تحدثنا على الحقائق التاريخية فاننا كنشعلوا النيران. يا سبحان الله، هذوما صحاب العصابة تاع العراية تاع الجزائر هذوما. شوفوا دائما كنقول لكم راهما نفس العقلية التافية، نفس التفكير، نفس النمط في التفكير. النظام الفقراوي الكرغولي يصفني بأنني عامل للصهاينة، عامل للمخزن، عامل لكذا، عامل لكذا. هذا يصفني بأنني عامل للنظام الفقراوي الكرغولي. دابا انا عميل لنظام الفقراوي الكربوني، زعما لا اجل الكلمات للرد على هاد ولد أنيطا، لانه فعلا التفكير ديالهم هو اللي كيوضح كلشي، التفكير ديالهم هو اللي كيوضح كلشي. اذا نكملوا، صحاب العصابه في المغرب. دابا انا من صحاب العصابه اللي هو النظام الفقراوي الكربوني في المغرب. علاش؟ لانني تحدثت على الصحراء الشرقيه. دائما التاريخ يوجعكم يا ولاد الكراغيل. علاش الفقاقير؟ لان ما عندكمش اصل، ما عندكمش تاريخ، ما عندكمش يعني الاساس ديال الامه، ما عندكمش. انتم فقط دوله صنيعه الاستعمار الفرنسي، شئتم ام ابيتم. وهو غادي يعترف بانه يدافع عن الحدود الموروثه عن الاستعمار، يدافع عن شيء جاء به الاستعمار. هما كيأكدوا بعظمة لسانهم على أنهم خدام الاستعمار، يخدمون الاستعمار. وراه مازال يعني إلى جينا نتحدثوا في التاريخ بالوثائق بالحجج بالدلائل، راه ما غاديش يسالي هذا الفيديو، ما غاديش يسالي هذا الفيديو.
ولكن نحن اعتدنا دائما، يعني دائما حينما ترى مغربي يناقش جزائري في اي يعني في لقاء صحفي في قناة تلفزية في ندوة في مؤتمر، دائما غادي تلقى المغربي كيناقش بالحجة والدليل والبرهان والوثائق والتاريخ وكل شيء الذي يثبت صحة قوله، بينما ولاد أنيطة مثل هاد ولاد أنيطة يتحدثون بالسب والشتم والعويل والصراخ والبكاء فقط لا غير. دائما غادي تلقاو هذه المسألة، دائما غادي تلقاو على أن المغربي كيناقش بالعقل وولاد الأنيطة الفقاقين الكراغلة يناقشون بالسب والشتم. ما غادي تسمعوا، غادي تسمعوا كملوا الأوديو. يشعلوا في النار باش العصابة تقول لك راك تشوفوها مش الصحراء الشرقية الصحراء الشرقية راه نفس الرسالة موجهة لك يا ولد أنيطة، نفس الرسالة اللي وجهتها لعبد الصمار والكاز لجعراتك جعرتي نقزاتك ومبلاصتك، هي نفس الرسالة غادي نوجهها لك. وفر الدموع، وفر البكاء، وفر العويل، وفر الصراخ، لأن ملف الصحراء الشرقية قادم لا محالة. احنا الآن مع الطاولة في الطاولة مع الإسبان باش نطرقوا معهم المسامر فيما يخص العديد والعديد من القضايا، وفاش غادي نسالي معهم يوم الأنيطة وجدت راسك تبكي بكي، غادي تبكي أكثر من هذا البكاء اللي كتبكي الآن من هذه الصفعات الموجهة من طرف الدبلوماسية المغربية تجاه هذا النظام الفقرولي الكارغولي البائس الذي أنت تنتمي إليه في آخر المطاف. خرف على راكش الصحراء الشرقية مش قالك تتكلم مع الصحراء الشرقية، الناس راهي كان مواثيق دولية تقول لك الحدود الموروثة عن الاستعمار. سمعتوا؟ نفس الطينة، نفس العقلية، نفس الخزعبلات، نفس يعني المنطق الأعوج، تدافعون عن شيء أتى به الاستعمار. ما يجعلكم في آخر المطاف خدام الاستعمار. طبيعة الحال الشيء اللي كنقولوا احنا دائما، هذه الدولة أسست من طرف الاستعمار الفرنسي لكي تحفظ مصالح الاستعمار بعد الرحيل الصوري، طبيعة الحال الرحيل الصوري ديال الفرنسيين، لأنهم الفرنسيين ذهبوا وتركوا الخدام ديالهم باش يبقيوا على المصالح ديالهم، وطبيعة الحال الخدام ديالهم اللي هو النظام الفقرولي الكارغولي زرعوا هذه الأفكار ديال الحدود الموروثة عن الاستعمار لدى ولاد أنيطة ديالو، لدى الفقاقين، لدى الكراغلة. كملوا هذاك هذيك هي الحدود وقص كرمت. المهم ما تكلموش على هذا الشواذ، سمعوا شواذ هذوما تكلموش عليه. سمعتوا دابا حنا الى ناقشنا ملف ديال الصحراء الشرقيه، ولد أنيطة هذا سمانا باننا شواذ. سمعتوا نفس انا كنقول لكم نفس العقليه، نفس العقليه ما كتبدلش. ما يلعبوش عليكم يقول لكم لا حنا ضد النظام الفقرولي الكارغولي، لا حنا كنفكروا عليه، لا حنا مع خاوخه. ما كاين لا خاوخه ولا هم يحزنوا، فقط جبنا الاسم ديال الصحراء الشرقيه جعرناهم خليناهم ينوضوا. ها هو نض صد المغاربه في فيديو. علاش؟ لان هذه حقيقه توجعكم، هذه الحقيقه توجعكم، وهذه الحقيقة هي قادمة لا محالة. بغيتوا ولا كرهتوا، بغيتوا ولا كرهتوا غادي تبكيوا البكاء اللي ما عمركم بكيتوه ملي غادي نفتحوا ملف ديال الصحراء الشرقية. راكم كتشوفوا كيفاش كيبكيوا الآن من الضربات المتواصلة ديال الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء الشرقية اللي كانوا كيحلموا به، ملف الصحراء المغربية كانوا كيحلموا به في آخر المطاف. كلاو طريحة عسكرية، كلاو طريحة اقتصادية، كلاو طريحة دبلوماسية، كلاو طريحة في جميع المجالات. ونوتسو كتبكيو فحال العيالات وهذا البكاء راه قلت لكم كما قلتو في الفيديو السابق وفروه، راه مازال غادي تبكيو، غادي تبكيو على الصحراء الشرقية. والملف قادم لا محالة يا ولاد أنيطة،
يلي كتدافعوا على الاستعمار الفرنسي. وبالمناسبة علاش حينما خرج ماكرون وقال على أن الجزائر لم تكن في تاريخها دولة ذات سيادة، قال على أن العثمانيين جاءوا لقاو خربة. ذكرنا في هذه المسألة في واحد الفيديو اللي شفته في القناة الرئيسية اللي هو مسلسل بارباروس التركي اللي كتحدث على هذه المسألة. بالمناسبة هذا المسلسل اللي جزء من التمويل ديالو جاء من الدولة الفقرونية باش يقولوا عندهم تاريخ وعندهم كذا، فخرج المسلسل ب يعني امور تاريخية محضة كيقول على ان مدينة الجزائر فجوا العثمانيين لقوها خربة. ممكن لكم ترجعوا لهذا الفيديو. اذا علاش يولد أنيطا حينما خرج ماكرون وقال على ان الجزائر لم تكن يوما دولة ذات سيادة، وان الفضل في كونها دولة الان هي بفضل فرنسا، علاش يا ولد أنيطا ما خرجتيش وقلتي على الفرنسيين شواذ؟ علاش يا ولد أنيطا ما خرجتيش وتهجمتي على ماكرون؟ علاش يا ولد أنيطا ما خرجتيش وقلتي له لا هذه حدود موروثة عن الاستعمار؟ لأنك خايف على أنك غدا تلقى راسك فشنو كيقولوا لهذا السجن بوعكنون، خايف على أن فرنسا غدا تشدك وتسلمك للنظام الفقروري وغدا تلقى راسك بوعكنون، ما تقدرش تخرج وتقول على الفرنسيين شي واحد يا ولد أنيطا. لكن المغرب يناقش الصحراء الشرقية تخرج وتسب، هذا هو المستوى المنحط اللي عندكم، هذا هو المستوى الدنيء اللي عندكم يا ولد أنيطا. لو كنتم رجال لا رديتوا على الفرنسيين، على الأقل تصريحات ديال ماكرون، شفنا كيفاش أن عم نجد حاشاكم حتى هما منبطحين الفرنسيين. علاش؟ لأن هذه حقيقة، الحقيقة تقول على أن فرنسا هي من أوجدت هذه الدولة الفقرورية باقتطاعها للأراضي المغربية، للأراضي المالية، للأراضي الليبية. وبالمناسبة هناك فيديو آخر في القناة الرئيسية ديال قناة ليبيا خرجت وكتتكلم على الأراضي اللي اقتطعتها فرنسا من ليبيا وضمتها للمستعمرة اللي سميتها الجزائر. وكيتكلم هذا التقرير ايضا كيفاش ان الجزائريين طعنوا الليبيين في الظهر حينما كانوا وعدوهم بانهم غادي يتفاوضوا على هذه المسألة، هذه الاراضي اللي اقتطعتها فرنسا، من بعد طعنوهم في الظهر تماما مثل ملف الصحراء الشرقية. حينما كان هناك توقيع ديال الاتفاقية ما بين المغرب، ما بين محمد الخامس رحمه الله، وما بين أيضا الحكومة الفقرورية الكلغولية المؤقتة، ومن بعد جاءوا هاد المكلخين، هاد النظام الفقروري الكلغولي، وتنكر لهاد الاتفاقية وطعن المغاربة اللي بفضلهم كنتوا كتاخذوا السلاح، كتاخذوا المؤونة، المغاربة اللي فتحوا الأبواب ديالهم ليكم يا الفقاقير يا ولد أنيطا، ومن بعد طعنتوهم في الظهر. هذه الحقيقة ديالكم، هذه الحقيقة ديال الفقاقير، هذه الحقيقة ديال الكراهنة فقط لا غير. متابعينا الكرام سوف أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.